لانه انا قويه اضعف شخصيه في الاكاديمي والدليل والدليل غنيت منيح حلوين شعرك لا يا حبيبي لا 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 هقلدك هقلدك طب ثانيه واحده هقلدها وشوف انا بقلدها صح ولا لا انا بكفيني التعليق بتاع هادي شراره بصراحه هو قال لك ايه بتقلدت المره اللي فاتت قال لك ايه بتتراجعي والنهارده قال لك انت متراجعه والمره اللي قبلها قال لك انت كارثه بس قال لها الفنانين الكبار مش بيعملوا زيها لو نسوا الكلام اه مين طب ما انا نسيت الكلام وهكمل حداد لا بس حنان بقى راسك انت واطيه يا هايبي بس انا عاوز اقول لك على حاجه انا هقلدك دلوقتي وهوريكي بقى انت بتتكلمي ازاي بحب اهي بص بتغني من مناخيرها اهي بص مناخيرها انا ماني سامع ايش ايه مناخيرك طب استنى يا هايز بتدي اول ما تصحى من النوم بتنزل صح حد يقول لها صباح الخير بس صباح الخير يا حنان صح ولا لا انا سامع صوتك بالراحه ميرسي ثانك يو ميرسي علي لانه علي علي هو انا يوم لما معلم حبيبي يلا قوم نام يا حبيبي يا حبيبي ايوه خد الكوبايه معايا ثانيه واحده بس اكمل لك بس هو قال ايه ان هو شايف ان هي بتغني عالي ان هو بتغني كويس وما بتغنيش من مناخيرها بس انا يوم لما اتقارن اتحط في مقارنه مع حنان قوية ايه ايه مش فاهمة ايه يعني ايه ما احنا غنينا مع بعض واتقارنا مع بعض وبين مين كسبان ومين خسران يا حبيبي مين خسران مين خسران مين دليل انك تراكي فيا جدعان مين خسران مين يا بنتي